اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في سهرتنا مع نجمنا كريم ندفت. كريم طبعا شفت راي الجمهور، الجمهور بيحبك كالعاده، وزي ما انا متاكد ان انت هتكون واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في مصر والنادي الاهلي، والجمهور هيحبك اكتر واكتر ان شاء الله. طبعا بشكر الجمهور على الثقه وعلى الكلام الحلو ده كله، وان شاء الله ابقى على قد ثقتهم دي واعمل حاجه كويسه. معلش انا لازم اقطعك عشان في حد معانا على التليفون بيحبك هو كمان جدا، وصاحبك وصديقك ومسهرينه معانا، كابتن محمد محمود. برحب بيك يا كابتن محمد. السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشني كتير يا حبيبي. الله يخليك، وانت اكتر والله. يعني بنشكرك على وجودك معانا، معانا واحد من اعز اصدقائك في النادي الاهلي، وانا سامعه لما كان بيقول لك ان انت هتخش معانا، لكن بقى يعني ايه؟ انا عارف ان انت مش هتتكلم في كل التفاصيل ومش هتتكلم في كل الحاجات، وهو ايه قايل لك على كل حاجه. فيعني كريم موجود معانا، مشرفنا منورنا، فاكيد كلمه منك، وانا عارف ان مدى الصداقه اللي موجوده ما بينكم هي صداقه قويه وعشره سواء في المنتخب او في النادي الاهلي، فحابب تقول ليه هو موجود معانا النهارده؟ احنا عشره في المانيا. لا هي مش صداقه، ده اولا في اخوه بيني وبينه. تمام، كمان عشره من زمان، منتخب شباب ايام كابتن معتمد جمال. يعني شخصيه بجد محترمه جدا، شخصيه عارفه هي بتعمل ايه. يعني انتقد كتير جدا من جماهير النادي الاهلي، لكن الفتره الاخيره قبل الاصابه ما شاء الله، يعني كل ده عملوا اتجاهه ما شاء الله، الناس كلها حبته، الناس كلها اتكسفت من الانتقادات اللي كانت بتنتقدها له. هو ما شاء الله خلى الناس كلها بدل ما تنتقده بقوا يسألوه دلوقتي، وما شاء الله عليه يعني. لكن لو حبيت تتكلم على كريم يعني كشخصيه، يعني شخصية كبيرة عن سنه الصفائي. الحمد لله. شخصية أنا بقول لك يا محمد. محمد لما جيت تتكلم عن الشخصية قلت شخصية محترمة، قلت كلام كويس، قال الحمد لله، الحمد لله إن هو قال كده. كان مقلق. ها؟ قصدك ده أنا عارفه. ما بيسترش على الهوا ليه؟ لا أنا بس أنا مظبطه قبل ما يظبطه. أنا إيه اللي يقول إيه؟ أنا عارف إن أنتوا على طول يعني قعدتكوا كلها مع بعض، وكمان العشوات يعني بيكون في كده عشاء على طول تحبوا تاكلوا مع بعض. انا عايز اعرف بقى كريم بيحب ياكل ايه؟ ده حاجه مهمه جدا عايز اعرفها. بيحب ايه؟ يعني انتوا بتاكلوا مع بعض دايما، دايما بتبقوا بتقضوا معظم الاوقات مع بعض، كريم في اكلاته يحب ياكل ايه يا محمد؟ يعني اكله واكله عادي جدا، يعني مش بيحب حاجه معينه، بس هو مثلا يعني النهارده انا حاطه على حساب يعني. يا ابن سعد اللي عزمنا. ايه ده؟ اه سعد صح، انا هيجي يتخانق معانا بكره. عشان خاطر هيخش بعديك عشان ما يزعقناش. يا محمد في ايه؟ ما تعملش مشاكل. ابونا هيجي يعلقنا. طب كملي في شخصيه كريم. يعني كشخصيه من ناحيه الكوره ولا من ناحيه لا الكلام اللي انت كنت هتقوله انا قاطعتك فيه. في الاكل يا اسطى. لا بره الاكل، بره الاكل وبره الملعب. كلمني عن شخصيه كريم ندفت. كريم انت عايز تعرف الناس يعني ان انا فضل عليك كتير يعني ولا؟ لا ما انا عارف انت اخرك مغرقني الصراحه، صاحب فضل عليا. لا وبعدين كمان محمد دلوقتي خلاص يعني بسم الله ما شاء الله قرب يرجع ان شاء الله ويعود من جديد لنص ملعب النادي الاهلي، فاكيد ده حاجه كويسه. ان انا فرحان بيكم انتوا الاثنين، فرحان بيكم ان انت ان شاء الله تبقى يعني ايام قليله وتكون موجود مع الفريق، وكريم برضو ايام ان شاء الله قليله ويكون موجود مع الفريق، فدي حاجه كويسه ان انتوا الاثنين تكونوا موجودين. ويعني نتمنى ان يكون اللقاء ده ويكون قناه النادي الاهلي يكون ان شاء الله وشها حلو عليكم. بخصوص المقاطعه اللي كلامك يعني بخصوص الاصابه، يعني الو. طيب الحمد لله. الحمد لله لما خط قطع كان عايزهم كلمتين يا سيدي، يعني سيبه طيب يقول الكلمتين على صدره، عشان قبل كان عنده هوا تقريبا ولا عنده حاجه بيعملها. ربنا يكرمه في الهوا بتاعه. طب محمد محمود ايه رايك فيه؟ لا طبعا شخصيه محترمه جدا، وهو زي ما قال احنا اكتر من اخوات فعلا، وكمان الفتره الاخيره دي اللي هي فتره الاصابه قربتنا كتير قوي من بعض اكتر ما كنا احنا قريبين، دي على المستوى الشخصي. مستوى طبعا اللعب وكده اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. طبعا حظه ما كانش كويس، لكن الابتلاءات دي بتبقى حاجه من عند ربنا، هو ومحمد بطبعه مؤمن قوي يعني، فهو راضي بالقضاء ربنا اللي حصل له، وان شاء الله خلاص زي ما احنا بنقول هو ناقص له اسابيع قليله ان شاء الله يبقى موجود، ويا رب يقدر يقدم اضافه قويه للنادي الاهلي في اسرع وقت، وان شاء الله يبقى موجود اساسي في النادي الاهلي باذن الله. طب تعالوا روح للهاشم.